مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك. يوميا من الساعه 6 وحتى 7 ساعه بنتناقش فيها في موضوع بيهم الشارع المصري والمواطن المصري في قضيه ما. زي ما انتم شايفين النهارده بنتكلم عن الانتخابات. الانتخابات البرلمانيه بتقترب، يمكن ما قدمناش ميعاد ثابت او محدد لاجراء الانتخابات البرلمانيه لتحديد واختيار مجلس النواب المقبل، ولكن عارفين انه قبل شهر مارس المقبل لابد ان تجرى الانتخابات، ده بحسب ما اعلنه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. وبناء على ذلك بننتظر تحالفات، بننتظر ناس تعلن عن انها بتقترب من الانضمام الى الانتخابات المقبله، ولكن حال الانتخابات يؤكد ان حتى الان التحالفات لا تنجح. حتى الان شايفين ان شركاء الامس ينطبق عليهم مقولة شركاء الأمس هم أعداء اليوم. الوضع ده واضح تماما فيما يخص فشل الأحزاب المصرية والقوى السياسية بشتى توجهاتها في التوحد تحت مظلة واحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. تحالف عمرو موسى اللي كان بيراهن البعض على نجاحه فشل، لسه هو بيبدأ فشل. قائمة الدكتور كمال الجنزوري حتى الآن متعثرة. تحالف حزب الوفد برئاسة الدكتور سيد البدوي بيأبى إلا أن يكون القائد، بيرفض الاندماج مع غيره، شايف ان هو الحزب الاقدم، هو الحزب الاشهر، لابد ان اي تحالف او اي حد عايز ينضم معاه في التحالف يبقى موافق على سياسه حزب الوفد. وبالتالي هنتكلم عن التحالفات وعن اسباب فشلها حتى الان، واحنا على بعد شهرين ثلاثه اربعه فقط من الانتخابات البرلمانيه المقبله. هو ده موضوع حلقتنا النهارده في رايك بصوتك، مستنيين مشاركاتكم وتعليقاتكم المختلفه سواء على صفحتنا على فيسبوك رايك بصوتك او على صفحتنا ايضا على تويتر النهار اليوم ورايك بصوتك، بالاضافه لارقام تليفوناتنا المختلفه. هنستنى مكالماتكم وكمان مكالمات المسؤولين اللي هنكلمهم بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من برنامج رايك بصوتك، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل بنتكلم عن فشل التحالفات الانتخابيه للاحزاب حتى الان، او عدم نجاحها لو قلنا بشكل ادق او بشكل اخف. حتى الان في تكوين تحالفات قويه تنجح في الانتخابات البرلمانيه المقبله. يمكن حرب التصريحات الاخيره بين احزاب الوفد المصري والمصريين الاحرار والتيار الشعبي اللي كانوا متحالفين جميعا في كيان واحد تحت مسمى جبهه الانقاذ، طبعا ده الكيان اللي نجح في الإطاحة بنظام الإخوان، لم ينجح حتى الآن في التغلب على المشاكل والخلافات السياسية والأطماع الانتخابية. حتى أن ممثلي التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة الآن هم كمان لم ينجحوا في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة. يمكن في أسباب كتيرة وراء فشل الأحزاب المدنية في الخروج بتحالف انتخابي قوي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهنتكلم بتفاصيل أكتر عنها وهنشوف كمان آرائكم المختلفة. ولكن قبل ما نبدأ ونحاول نفسر ونشوف إيه اللي على الساحة، نستقبل على الهاتف الآن الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية لتحليل الموقف حاليا. دكتور طارق تحياتنا لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور طارق. حتى الآن الأحزاب السياسية المختلفة لم تنجح في تكوين تحالفات تنافس على الانتخابات البرلمانية المقبلة، في رأيك ما هي أهم أسباب هذه الخلافات؟ يعني أنا أعتقد أنه في جزء من التحالفات التي يعني حاولت أن تشكل نفسها وتأتلف طوال الفترة الماضية أمور متعلقة برؤية وتوجهات هذه الأحزاب. بعض هذه الأحزاب حاولت أن تبني تحالفات هشة قائمة على مجرد الولاءات الشخصية و الاندماءات الفكريه العابره دون ان يكون هناك على الاقل حد ادنى من التنسيق و يعني الرؤيه الموضوعيه لبناء التحالف، والتحالف بهدف دخول العمليه الانتخابيه، ليس تحالفا يعني عاجل او يكون له دور محدد في اجراء العمليه الانتخابيه. في جزء اخر كان مرتبط ولا يزال اعتقد بالامور المتعلقه بصدور قانون انتخابات الدوائر، طبعا هو هيتم في نهاية هذا الأسبوع عرضه على الحكومة وبالتالي هيناقش ويصدر. في جزء من ده طبعا مرتبط بأنه إعادة بناء وهندسة المشهد السياسي المصري يحتاج إلى قواعد وأسس ومرتكزات. ظن قادة الأحزاب أنه هم يملكون أرضية كبيرة ويتعاملوا معها، وهذا غير صحيح، لأن لا توجد أحزاب حقيقية في مصر بصورة كبيرة باستثناء بعض الأحزاب التقليدية القديمة وبعض الأحزاب الأخرى اللي هي ذات مرجعيات وتحسب في إطار التقسيم إلى ما يسمى ظاهرة الإسلام السياسي. وبالتالي يعني كل ما شاهدته حضرتك من تحالفات طوال الفترة الماضية لبناء، كان أربع تحالفات رئيسية
سواء كانت من الطائرات القديمة أو الطائرات التي تعبر عن أحزاب ما بعد الثورة، معظمها يعني باستثناء تحالف الوفد الجديد كانت تحالفات هشة، حتى يمكن أول أمس يعني كانت هناك أحزاب مدنية تحاول الالتحاق بقائمة مثلا دكتور الجنزوري. طبعا سبق قبل كده أنه السيد عمرو موسى حاول أن يعيد هندسة تحالفات أخرى ولكن فشلت، وبالتالي أنت أمام استحقاق هام وخطير أنه الأحزاب على الجانب الآخر وهي أحزاب الإسلام السياسي والمحسوبة على بعض هذا التيار هيكون لها لا شك تأثير، لأنه هذا تحالف واضح المعالم. الشباب أيضا سيخوض الانتخابات من خلال بعض الأحزاب الصاعدة لكن لا يملك لسه الخبرات الكبيرة، بعض الرموز التي بنت أحزاب في الساعات الأخيرة أيضا أحزاب تعبر عن هذا، لكن في النهاية أمام يعني أنت أمام تحالفات هشة ضعيفة لسه في حالة شولة كبيرة جدا. البعض بيلقي على الدولة بالعبء أن احنا لم نصدر بعض قانون انتخابات الدوائر، جزء منها مرتبط بعدم وجود شباب في أغلب هذه الأحزاب. تفتكر يعني أن بعد صدور قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية قد نجد تحالفات ناجحة أو تبدأ الخطوات بشكل أسرع من دلوقتي؟ يعني نتمنى هذا. يعني أنت نظريا بتتكلم حضرتك في من 4 إلى 5 تحالفات قادرة على أن تبلور نفسها وتعبر عن ذاتها في إطار بناء النظام السياسي اللي ممكن هيبقى داخل العملية الانتخابية برؤى مختلفة، لكن في النهاية تتوقع حضرتك غياب تمثيل جيد للشباب، غياب شرائح عديدة في المجتمع من المشاركة، مش مجرد مرأة أو شباب أو يعني رموز سياسية. طبعا في مراحل معينة أيضا يعني تم استدعاء بعض الشخصيات القديمة التي يعني عملت بالساحة السياسية لسنوات لإعادة فرض خريطة معينة، لكن في النهاية بعض هذه الأحزاب لا تملك مردود كبير، والغريب أنها تعلن في تصوراتها وفي بناء تحالفاتها دعمها للقيادة السياسية، والقيادة السياسية هي أكبر معيار كبير أنها تحظى بجماهيرية شعبية كبيرة دون أن تلتفت إلى ظاهرة الأحزاب. أنت أمام يعني مشهد غريب للغاية لا يتكرر في بناء النظم، لديك قيادة سياسية كبيرة تحظى بإجماع ملايين الشعب، وشعب يريد أن يعني يتحول في تحول العملية السياسية قيادة وشعب، وبينهما قنوات غائبة وقنوات غير موجودة اللي هي الأحزاب. تمام. وبالتالي يعني هناك رهان على أن المشهد يعني يتجه إلى أن يكون هناك أحزاب، ونتمنى هذا. نعم. طيب دكتور طارق، بعض المراقبين شايفين أن ربما حتى الآن أو سبب أسباب فشل التحالفات حتى الآن أن ما فيش تحالف حتى الآن وجد أو لاقى هوى الدولة، بمعنى أن الدولة لم تدعم تحالف بعينه أو لم تسانده سواء بشكل واضح أو بشكل غير واضح أن هو اللي يبقى التحالف الأكثر ظهورا في الفترة المقبلة. هل ده ممكن يكون فعلا سبب؟ لا حضرتك، يعني الدولة كيف يكون شكل دعم الدولة لتيار أو تحالف بصورة أو بأخرى؟ أشرت إلى أن بعض هذه التحالفات وبعض الأحزاب بتدعي أنها تعبر عن القيادة السياسية وأنها يعني تؤيد السيد الرئيس وتؤيد نهج الدولة، لكن دون أن تمتلك الأرضية لهذا. فالجميع يعلن هذا لكن فعليا هم لا يملكون الجماهيرية والشعبية التي يعبرون عنها وهي القيادة السياسية المصرية. بالتالي النهاردة أنت أمام غياب كامل للأحزاب المؤثرة التي يمكن أن تبني يعني تربطات حزبية قادرة على أن تخوض العملية الانتخابية في ظل مخاوف، خليني أقولها لحضرتك بصراحة، أن يكون لأحزاب الإسلام السياسي دور في المرحلة المقبلة بصرف النظر عن النسب اللي ممكن نتكلم فيها، لأن الانتخابات هتجرى خلال أشهر وطبعا كل حادث حديث والاحداث السياسيه بتفرض نفسها. يعني مثلا دكتور طارق، بالعوده لنفس السؤال، ان مثلا البعض شايف ان الدكتور كمال الجنزوري باعتباره مستشار لرئيس الجمهوريه فقد يكون ممثل لرئيس الجمهوريه فيما يخص الانتخابات البرلمانيه المقبله. يعني خليني اقول لحضرتك بصراحه، السيد عمرو موسى والسيد احمد جمال والسيد مراد مواتي والدكتور كمال الجنزوري وغيرهم من الاسماء بقى اللي حضرتك تعلمها، يعني أنا أعتقد أنها خبرات وطنية عظيمة، خبرات وطنية تستطيع أن تؤدي لمصر الكثير حتى بالعمل بجوار مؤسسة الرئاسة، لكن السياسة يا سيدي يعني حساباتها وتقديراتها. نعم. هؤلاء ليس لديهم الخبرة
للتعامل مع منظومة العملية السياسية. يعني الدكتور كمال الجنزوري شخصية نتباهى بها قامة كبيرة، لكن ليست لديه الخبرات في هندسة نظام سياسي، وكان قبله السيد عمرو موسى كما تعلم. فالقضية ليست أن يبني تحالف هنا أو هناك. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لحضرتك. هنكمل معاكم حلقتنا وهنستنى آرائكم المختلفة بخصوص فشل التحالفات الانتخابية حتى الآن قبل خوض الانتخابات البرلمانية بعد الفاصل. خليكم معنا في رأيك بصوتك. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا من برنامج رايك بصوتك، مكملين معكم لحد الساعه 7 وفي انتظار تعليقاتكم المختلفه على صفحتنا على فيسبوك رايك بصوتك، وبنتكلم عن فشل التحالفات الانتخابيه حتى الان في تكوين تحالف قوي للمنافسه في الانتخابات البرلمانيه المقبله اللي المفروض ان هي تنتهي قبل شهر مارس المقبل بحسب رئيس الجمهوريه. يمكن بعض السياسيين ارجع فشل التحالفات الانتخابيه حتى الان الى تعثر كمان تشكيل بعضها، الى ان مفيش برامج واضحه فيما يخص التحالفات، بمعنى ان مثلا الموضوع بيتم بناء على تربيطات فقط بين الاحزاب، او بين ان علاقتهم ببعض كويسه، فبنلاقي ان في اساسا احزاب متناقضه في البرامج بتنضم الى بعضها، فبالتالي عمرها ما هتنجح فيما يخص الناحيه السياسيه او فيما يخص استمرارها حتى الانتخابات البرلمانيه. كمان في تضارب واضح في البرامج والايديولوجيات الخاصه بالتحالفات التي صدرت حتى الان، بالاضافه بقى لفكره ان في عوده للاوجه او الوجوه القديمه والنظام السابق وهو نظام الرئيس حسني مبارك النظام الاسبق. خلينا نشوف مع بعض تعليقات مشاهدينا لما نزلنا الشارع وسالناهم عن سبب غياب او سبب عدم نجاح التحالفات الانتخابيه حتى الان في تكوين تحالف قوي، نشوف قالوا ايه ونرجع تاني. لان كل واحد عايز يبقى رئيس، دي اول حاجه، وبعدين اصلا مفيش توحيد، مفيش وحده اساسيه. ده عايز يعمل تحالف وده عايز يعمل تحالف، وكل واحد عايز يعمل هو الرئيس، لكن بذلك لازم تفشل. مفيش اجتماعات بينهم، كل واحد بيشتغل في مكان، وبعدين احنا عايزين اهم حاجه الهدف بتاعنا ان البلد تمشي، هو ده الحزب الاساسي. كلام المعسول كتير، وساعه التنفيذ محدش بيعمل اي حاجه. فالشعب بقول لحضرتك هو يعني تفكيره نضج عن الاول كتير. الاول كان مسكنات الحزب الوطني، الكلام ده كله كان بياخد بالكلام ده كله، انما دلوقتي على ارض الواقع الناس بتقول كلام كتير ومفيش تنفيذ، مفيش اجماع على الراي خالص. يصب ده ضعف لما الاحزاب دي تتفكك او غير متماسكه مع بعضها، الاحزاب الاخرى ممكن تعمل تماسك، ممكن تعمل ترابط. الاحزاب الدينيه بيبقى ليه مظله، بيعمل خدمات، بيخش للناس عن طريق الدين والسنه وسيدنا النبي والقران قال والرسول قال والحج والعمره ولا مؤاخذه الجمعيات الخيريه وصناديق الزكاه والحاجات اللي زي دي. طيب ده كان رأي بعض مشاهدينا في الشارع المصري بخصوص عدم نجاح التحالفات الانتخابية حتى الآن. خلينا نرحب هاتفيا بالأستاذ أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أستاذ أحمد تحياتنا لحضرتك. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد، يعني لماذا لم تنجح التحالفات حتى الآن في تكوين تحالف قوي لخوض الانتخابات المقبلة؟ أولا يعني لحد اللحظة القريبة، لحد ما السيد رئيس الجمهورية أعلن في لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين، ما كناش عارفين إيه هو مواعيد الانتخابات بالظبط. وفي أشياء كمان متعلقة باستكمال الإجراءات، يعني إحنا عندنا قانون مهم لسه من القوانين ما خرجش لحد دلوقتي اللي هو قانون تقسيم الدوائر. نعم. فدي كلها أشياء بتخلي الكلام ما بين الأحزاب السياسية أو التحالفات كلام موجود على الجرايد مش موجود على الواقع في الأول. انما لما الامور بتبتدي تمشي في تحديد مواعيد الانتخابات، في اعلان واضح للمواعيد، في خروج لقانون تقسيم الدوائر، اتصور الامور هتمشي اكتر من الاول. ده نمره واحد. مش بيبقى في سباق مع الوقت، يعني استغلال الوقت حاليا حتى لو لسه ما صدرش القانون؟ ما هو حضرتك
حضرتك دلوقتي ممكن تطلع تتكلم في برنامج في التلفزيون من غير ما تعرف حاجة، دلوقتي مقدم برنامج تقدر تعمل برنامج وانت قاعد في البيت مثلا؟ تتخيل نفسك بتعمل برنامج ولا لازم تبقى عارف ان انت هتطلع على الهواء في اليوم الفلاني وهتتكلم في المواضيع الفلانية؟ احيانا الناس بتتكلم على اشياء تخص الاحزاب السياسية وهي مش عارفة شغلانة الاحزاب ايه. يعني في ناس تقعد تقول لك اصل هم مش في الشارع، اصل هم ما بيقدموش حاجات للناس، وكانه هم الناس مثلا طالبين مننا ان احنا مثلا نعمل خدمات خيريه، او ان هم متصورين بيقولوا ما كده كده الاحزاب لازم تستعد للانتخابات حتى لو القانون مش طالع. انا ما اقدرش استعد من غير ما بعرف القواعد بالظبط، يعني ما اقدرش مثلا اجهز واحد في دايره لما اعرف الدايره اللي موجوده دي ايه، ما اقدرش انسق مع حزب الوفد مثلا في الفردي لما اعرف الدايره بتاعت مدينه نصر كام كرسي، لان هو ممكن يكون عنده 2 مرشحين وانا عندي 1 او العكس. يعني امور انا مش عايز ادخل الناس فيها، لا من الحاجات اللي مؤخره لسه حزبات التحالفات. يعني اللي معطل التحالفات بشكل كبير دلوقتي حتى الان هو عدم وجود القانون بشكل كامل، جزء منه عدم تحديد مواعيد واضحه للانتخابات. يعني مثلا في موضوع الشباب ده حضرتك، يعني مثلا القوائم اللي موجوده دي بتقول انه المفروض ان الشاب يبقى عنده 35 سنه، انا مش عارف الانتخابات هتتعمل امتى بالظبط عشان يتحدد 35 سنه، لو الانتخابات هتتعمل في ديسمبر غير لما تتعمل في على الاقل عرفنا الاطار، يعني الاطار اللي بيقول ان قبل شهر مارس هتكون الانتخابات تمت. دي اول حاجه لازم تعرف طبعا تقسيم الدوائر عشان نشتغل عليه. نمره 2 والدليل على كده مثلا في حوار هيتعمل في جريده الشروق بيتقال انه جزء منه هو يعني هيبقى برعايه السيد رئيس الجمهوريه عشان يكون في حوار ما بين الاحزاب، ده مقيل في الشروق. حوار ايه؟ كلام عن حوار في جريده الشروق. نعم. على كلام عن امور تتعلق بالعمليه الانتخابيه وحاجات بالشكل ده بينشر في الشروق حوار وطني. يعني الدليل على كده ان لسه لحد اللحظه اللي احنا فيها دي قوانين الانتخابات لسه فيها اخذ وعطاء، ولسه فيها كلام بتتعدل ولا ما تتعدلش، يحصل فيها تعديل ولا يفضل في الواقع اللي موجود فيه. نمره 2 الحاجات اللي معطله التحالفات الانتخابيه هو النظام الانتخابي اللي موجود. النظام الانتخابي اللي موجود ده نظام سيء جدا، اللي هو اللي في قانون مجلس الشعب مش قانون مباشر للحقوق السياسيه. ده الناس تطلب تغيير قانون مباشر للحقوق السياسيه، قانون مباشر للحقوق السياسيه ما فيهوش حاجه، قانون زي الفل، وبالعكس ده من افضل القوانين اللي طلعت لانه محدد المشاكل الدعايه ايه، محدد الانفاق المالي ايه، بالعكس في تحديد اكتر. لما قانون البرلمان اللي بيقول ان 80% بالفردي وال 20% الباقيين بقائمه مطلقه، قائمه مطلقه فيها دايره مثلا زي من كوبري قصر النيل مكان عند حضرتك كده لحد حدود السودان، ده شيء كبير قوي وصعب قوي. والفردي بشكل عام ما فيش تحالفات، الفردي بيصعب التحالفات ما بين الاحزاب، لاني انا ممكن مثلا اقدم الدكتور محمد ابو الغار وهو قامه وطنيه كبيره والناس كلها بتحترمها في دايره عندي في الحزب، تتفاجئ ان في شخص اخر في الحزب او في اي حزب تاني يعرف نفسه قدره ويستقيل من الحزب او يستقيل من الحزب وافضل ينزل قدامه. فالنظام الانتخابي بيقلل من مشاكل. لا يعني انا يعني عشان بس افهم النقطه بشكل اوضح، مش ده ادعى او سبب ادعى ان يبقى في تحالفات بشكل اقوى عشان تواجهوا فكره ال 20% و 80%؟ الفردي صعب في التحالفات. الفردي مش قايم على فكره الحزبيه. الفردي مش قايم على فكره افكار سياسيه. الفردي بيقوم اصلا على سطوه المرشح ونفوذ المرشح وعصبيه المرشح وقدره المرشح الماليه، هو اصلا مش محتاج الاحزاب السياسيه. من الممكن انه ده بيصعب، يعني انا ممكن اخد قرار ان احنا كلنا هنأيد فلان الفلاني في حزب الوفد، فتلاقي اشخاص اخرين مواطنين موجودين في الدائره يقدموا نفسهم، فده هيسود عدد المقاعد بتاعت الاحزاب اللي احنا بنقول عليها احزاب مدنيه. الحاجه الاخيره انه كلمة أحزاب مدنية اللي هي كانت بتواجه جماعة الإخوان المسلمين أصبحت مختلفة دلوقتي عن الأول. طبيعة الحال لسه في خطر من التيارات الدينية، ولكن الخطورة دي كل واحد فينا شايفها بمنطق مختلف. نقدر نقول إن الأحزاب المدنية القديمة دي اتقسمت لقسمين. قسم شايف إنه الخطر الحقيقي بجانب الإخوان المسلمين هو الحفاظ على المجال العام. نعم. إن في ناس شايفة دلوقتي بتطالب السيد رئيس الجمهورية بإلغاء البرلمان بالكامل، بتعديل الدستور، زيادة صلاحياته، شايفة انه مفيش ضروري اصلا انه يتعمل انتخابات من اصله، شايفة انه لازم يتضرب بيد من حديد على كل الشباب الصغيرين اللي موجودين، شايفين ان حل المشكلات اللي موجودة في الجامعة ان احنا نقفل الجامعات، شايفين حل مشكلة الارهاب اللي في سينا ان احنا نقفل سينا، ففي خلاف ما بين القوى الديمقراطية. طب بس يعني كلها اهداف في الاخر اعتقد ان اي حد يتفق عليها، يعني حتى لو كان ده الهدف الاعلى بالنسبة للحزب وهدف اعلى اخر في حزب، ولكن يعني عمر ما ده هيبقى مختلف ان الجامعات مهمه وان التاني شايف ان الاخوان مش مهمين. واضح ان حضرتك فليه ما يحصلش توافق؟ استاذ احمد واضح ان حضرتك ما فهمتنيش كويس. يا ريت وضح لي النقطه. احنا كلنا بنعاني من الارهاب، وكلنا بطبيعه الحال اي مواطن سوي ضد ان يحصل ارهاب في سيناء او ضد ان يحصل عنف في الجامعات، بس كل واحد فينا شايف حل بطريقه معينه. يعني في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مثلا شايفين ان حل المشكله في الجامعه من زياده القمع في الجامعه، مش القبض على الطلبه في الجامعه، مش قفل الجامعه عشان نحل الموضوع، لا
استخداء الامن يطبق على الطلبه المخالفين، ولكن في حلول سياسيه اخرى. في ناس ثانيه شايفه لا، فالخلافات السياسيه دي احيانا، يعني احنا لينا موقف من قانون التظاهر واضح. احنا شايفين ان قانون التظاهر ده عامل ازمه ما بين حلف 30 يونيو وما بين الشباب وما بين السلطه الموجودين، ناس ثانيه مش شايفه ده، فده احيانا يعني انت بتحدد ايه هي الخطر. يعني احنا لما في 2011 كنا متحالفين مع حزب المصير الاحرار والتجمع، احنا كنا شايفين ان احنا نازلين ضد الاخوان المسلمين ساعتها. في احزاب ثانيه اتحالفت مع الاخوان المسلمين، في احزاب ثانيه شايفت ان استكمال اهداف الثوره هو المهم. فلسه الهدف الرئيسي اللي الناس عايزه تعرف هو المفروض بتواجهه في الفتره اللي جايه احتمال يعمل خلافات في التحالفات. انا رايي ان الهدف الرئيسي انه نفضل محافظين على المجال العام، وان احنا نواجه الارهاب بالديمقراطيه، وان احنا نواجه الارهاب بالحريات، وان احنا نواجه الارهاب بان احنا نشوف فرص عمل للشباب، وان احنا نواجه الارهاب بالحوار مع الشباب الصغيرين اللي ما مارسوش الارهاب، وان احنا نشوف مشاكل الجامعه ان احنا نعمل حوار مع طلبه الجامعه اللي ما بيمارسوش. دي اولويات الحزب المصري الديمقراطي. اولويات كتير للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اولويات استمرار المجال السياسي، الحفاظ على ثوره 25 يناير و30 يونيو. يعني احنا مثلا مفيش اي مفيش اي احزاب اخرى ليها نفس الاولويات دي، فممكن يتم بناء تحالف. عشان كده احنا مثلا اخترنا ان احنا نتحالف مع حزب الوفد، لان حزب الوفد ناس شاركت في 25 يناير وما عندهاش مشاكل مع 30 يونيو وشاركت في 30 يونيو. احنا اي حزب شايف 25 يناير مؤامره او 30 يونيو انقلاب، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مش هتحالف معاه. يعني معنى كده ان التحالف هيتم بينكم وبين حزب الوفد. احنا في تحالف الوفد المصري. نعم. احنا وحزب الوفد المصري وحزب الاصلاح والتنميه وحزب المحافظين، ونتمنى انه يحصل تنسيق ما بيننا وما بين المصري الاحرار والطار الديمقراطي. احنا شايفين ان المجموعه دي على بعض هم ناس شاركت مع بعض في 25 يناير وناس شاركت في 30 يونيو، وحتى لو في اختلافات سياسيه ما بينهم الا ان هم يجوز كلهم ان هم يبقى في طرفين هم مش عايزينهم يرجعوا، لا هم عايزين النظام القديم يرجع ولا عايزين الجماعات الدينيه توصل للبرلمان. نعم. بشكل كبير. فده اسم التحالف ده هيكون اسمه ايه يا استاذ احمد؟ تحالف الوفد المصري. تحالف الوفد المصري. مفيش اعتراض على اسم التحالف ان باعتبار الوفد وان هو صاحب السيطره؟ الوفد طبعا الوفد يعني حزب عريق، والجزء الثاني منه اسم المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحالف الوفد المصري. نعم. طيب بخصوص المؤتمر او الحوار اللي هيعقد بين رئيس الجمهوريه وبين الاحزاب، هل يعني ايه الغرض منه او ايه الهدف اللي ممكن تكونوا مستنينه منه كاحزاب؟ لا احنا ما قلتش، هو في كلام انه جريده الشروق لرعايه رئيس الجمهوريه. الاستاذ عماد الدين حسين كتب في عموده احد عواميد في صحيفه شروق، صحيفه متزنه وليها قراءها والمثقفين المصريين وعندها خط واضح وعاقل، في 25 يناير وفي 30 يونيو قالت انه في احد اللقاءات مع السيد رئيس الجمهوريه، هو السيد رئيس التحرير بنفسه قال كده، الراجل طلب قال له طب ما الاحزاب تعمل حوار مع بعضها على الانتخابات. نعم. فقال احنا عارفين ان جريده الشروق بتجهز للموضوع ده، وقت ما يتم دعوتنا، وهي على فكره بتعمل حوار كل مده مع حد من الاطراف السياسيه زي ما حضرتك بتشوف لو بتطلع على الجورنان، بياخدوا راي الاستاذ حمدين صباحي في احد الحوارات، خدوا راينا في احد الحوارات اللي موجوده في الدكتور ابو الغار، انه احنا شايفين ازاي نقدر نعدي الازمه اللي احنا موجودين بيها في الانتخابات. اتمنى انه الحوار ده ينعقد سريعا، واتمنى الاحزاب السياسيه تقدر توصل لحد ادنى من الاتفاق. يعني ايه حد ادنى من الاتفاق؟ يعني انا مثلا ممكن الجبهه المصريه، انا ممكن ما ادخلش انتخابات مع الجبهه المصريه، ائتلاف اسمه ائتلاف الجبهه المصريه، دايما لما بقول في التلفزيون او في الاعلام كده بيزعلوا مني. انا ممكن ما اتحالفش معاهم في الانتخابات عشان انا مختلف معاهم سياسيا واقتصاديا زي ما حضرتك كنت بتقول ان في خلافات، بس في الاخر انا وهو نقدر نقعد على الترابيزه نشوف ايه المساق الشرف اللي يجمعنا عشان الانتخابات تطلع نزيهه. ايه اللي احنا طالبينه عشان ما نحطش عنصر في الانتخابات؟ ايه اللي احنا طالبينه عشان المجال العام يفضل موجود؟ ايه اللي احنا طالبينه عشان نقدر نكافح الارهاب؟ اعتقد ان دي فرصه للاحزاب السياسيه ان هي حتى لو قعدت على ترابيزه واحده عند مؤسسه محترمه زي جريده الشروق واتكلمنا في ايه ازاي يكون في مجال سياسي يسمح للناس من اول حزب المؤتمر والجبهه الوطنيه لحد حزب التحالف الشعبي والعيش والحريه اللي هو اقصى اليمين واقصى اليسار، الطيارات دي كلها تقدر ازاي يبقى في ما بينها وما بين بعض زي ما نقول كده تجهيز للملعب، زي ما في فرق في الكره بتتنافس، بس الفرق اللي في الكره بتتنافس دي بتشوف ايه قواعد اللعب، الدوري العام يتعمل ازاي، ازاي يبقى المناخ كويس، ده اللي احنا طالبينه في الفتره اللي جايه. مظبوط. وساعتها لو الرئاسه هتستجيب للطلبات دي يبقى كويس، لو ما استجابتش يبقى هي في مشكله. تمام. استاذ احمد فوزي الامين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا من خلال رايك بصوتك. خلونا نشوف تعليقات بعض مشاهدينا على صفحتنا على فيسبوك، رايك بصوتك بخصوص عدم نجاح الاحزاب حتى الان في تكوين التحالفات الانتخابيه من خلال طبعا تعليقات ارسلتوها من الامس وحتى اليوم وبعد ما نزلنا البوست، وكمان هنشوف بعض التعليقات، ولو عايزين تكلمونا كمان كلمونا على ارقام تليفوناتنا
اللي بتظهر على مدار حلقتنا. خلينا نقول ان كمان النظام الفردي فيما يخص بقى فكرة ال 80% وال 20% اللي بيعترض عليها حتى الأستاذ أحمد من خلال مكالمته معانا، بيقول ان النظام الفردي بتراء الأحزاب هو سيؤدي إلى تدفق بقى الأموال بكثافة وتوجيه سير العملية الانتخابية، وهتبقى هناك كوارث. المحللين يمكن توقعوا كمان ان هيبقى في بعض الاحزاب او بعض عناصر الاحزاب او المنحله زي تحديدا حزب الوطني المنحل هيبقى يظهر مره ثانيه في البرلمان المقبل، بالاضافه لتسلل بعض اللي بتحوم حولهم الشبهات في الفساد لدخول البرلمان. اكد المحللون كمان ان هيتم او هيترتب على ده فشل التحالفات وعدم الاتفاق على منح الفرصه للتيارات الاسلام السياسي للحصول على اكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل. وصفوا اللي بيحصل حاليا من عدم توافق التحالفات بالفوضى انه مش بديمقراطيه، لا دي فوضى. عدد من المراقبين كان اعرب عن اسفه للحال اللي احنا وصلنا له حاليا من عدم وجود تحالفات، لان ده اللي في الاخر هيبقى الاخسر او الاكثر خساره في الوقت الحالي هو الوطن، واللي هيدفع في الاخر الثمن هو المواطن. عشان كده طلبوا الاحزاب ان هي تتدارك الموقف والقوى السياسية أيضا وتدرك خطورة الموقف كي يتم الحفاظ على الوطن وأن تصل الأحزاب إلى حل واتفاق. هنستنى تعليقاتكم المختلفة، مش عارف تعليقات جاهزة أعتقد، يلا بينا نشوف تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك. آية الهاروني بتقول أكيد ظهور الأحزاب الدينية انتشرت بكثرة خصوصا بعد ثورة 25 يناير، ولكن بعض هذه الأحزاب تضر البلد ولا نفع لها، وللأسف بيتم الأخذ بالدين باعتباره وسيلة كي ينحاز الناس ليهم سياسيا، وأكيد ضعف الأحزاب المدنية بيصب في صالح الأحزاب الدينية. محمود عباس بيقول انزل ادي صوتك لحزب معين من الأحزاب وبعد كده لا يتم تقدير الوقفة اللي أنا وقفتها في الشارع وفي طابور كبير من أجل المشاركة في الانتخابات باعتباري مواطن مصري، وبعد كل ده المجلس في الآخر هينحل بسبب أخطاء في القوانين وضعها ناس معينة للقضاء على فصيل معين، يبقى ليه أروح أتعب نفسي أساساً وقف في طابور الانتخابات؟ هو بيتكلم طبعا بتحليله للوضع الماضي فمش متفائل بالوضع المقبل. صبري او صقر المكان اكيد ضعف الاحزاب المدنيه بيصب في صالح الاحزاب الدينيه، وسبب ضعفها عدم وجود خدمات اجتماعيه للناس ويجب اعاده الدوائر القديمه وحبذا ان يكون الفرد اكثر. عبد العال محمد بيقول تفشل الاحزاب السياسيه في عدم ايجاد تحالفات قويه نساندها بسبب ضعفها وضعف ايديولوجيتها التي تلعب دائما لصالح الحزب، وده سبب في عدم وجود أدوار ليها على الساحة لا تنموية ولا اجتماعية ولا حتى سياسية. مسعود سعيد بيقول الأحزاب الدينية كسبت الشارع لأنها متواجدة فيه وعايشين مع الناس، لكن اجتماعات التكييفات والأندية دي تسلية وتضيع وقت. ده رأيه فيما يخص التحالفات الانتخابية. بيقول كمان لأنها أحزاب ورقية فقط وليس لها أي دور، هو ممكن يطلع حزب يعترض أو يلقي بيان وممكن حزب ينزل الشارع ويجمع دراسة حقيقية من الواقع، ده هيخلي لي تقل سياسي لكن ده ممنوع لأن المفروض يكون ديكور. محمد أغا بيقول فشل الأحزاب بسبب عدم الثقة وطمع بعض مؤسسي هذه الأحزاب في السلطة، وضعفها بسبب ضعف التمويل المادي وعدم وجود متطوعين لعدم مصداقية الاهتمامات والأهداف. أحمد فاضل بيقول السلام عليكم، ما بيتكلم على أن حزب أو ضعف الأحزاب السياسية بيرجع في الأساس إلى انغلاق هذه الأحزاب على نفسها وانحصارها على نفسها فقط وجمود التفكير لدى قيادتها وكذلك تبنيها لمذهب فكري وحيد لا تقبل به بديلا. يمكن دي نقطة مهمة جدا، فكرة ان ما بيقبلوش بديل، فبالتالي لو في اختلاف بين حزب وحزب آخر مش بيتفقوا على حدوث التوافق بينهم قد ما خلاص كل واحد يشوف اتجاهه ويبعد وما يحصلش التحالف. ويمكن بقى بحسب ما بيقول كمان الأستاذ أحمد فوزي زي ما كان معنا على التليفون ان ربما الحوار اللي هيعقد بين الاحزاب برعايه رئيس الجمهوريه ده قد يصل الى حلول في الفتره المقبله. احمد بيقول يجب ان يتحالف الاول، بيتكلم ان دور الاحزاب السياسيه ليس لها دور في المجتمع، هم دلوقتي شاطرين في ان هم يلقوا بالكلام ويدعون للتظاهر، اما الاحزاب الدينيه بياخدوا عقول الناس بكلمات وتقديم لهم المعونات مثل الجماعه الارهابيه الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، كانوا بينزلوا الشارع ويمولوا الناس والاكل علشان ينتخبوهم، ويجب أن يتحالف مع بعضهم البعض يا نانسي. طبعا معاك هاني النهاردة، نانسي بإذن الله تكون معاك يوم الاثنين. طيب خلينا نستقبل هاتفيا الأستاذ الدكتور ياقوت السنوسي قيادي السابق في حزب الدستور والمنسق العام للقوى الوطنية في الجامعات المصرية. دكتور ياقوت تحياتي لحضرتك. أهلا يا فندم. دكتور ياقوت، لماذا لم تنجح التحالفات حتى الآن؟ أعتقد أن الجميع بيصر على المصلحة الحزبية الضيقة والمصلحة الشخصية. أعتقد إحنا في مرحلة فارقة،
يجب وضع مصلحة الوطن أولا وإعلاء المصلحة العامة، لأن البرلمان القادم من أهم وأخطر البرلمانات اللي من خلاله هتترجم مواد الدستور إلى حزمة من التشريعات والقوانين المهمة جدا في هذه المرحلة. عدم وجود تصور لائتلاف واسع بيضم كل القوى الوطنية المؤمنة بثورة 25 و30 يناير هيعطي فرصة مرة أخرى لصعود التيارات الإرهابية من الصف الثالث والرابع الغير معلومة للناس. طيب يعني تفتكر أن الوقت بيمر وأن حاليا احنا في سباق مع الزمن وأن ممكن الوقت ياخدنا ونلاقي نفسنا في الآخر وصلنا لعدم وجود تحالفات مع وجود الانتخابات البرلمانية؟ أعتقد الأمر الوقت أصبح مش في صالح الجميع، وأن التاريخ والوطن لن يرحم كل هذه القوى أنها تتحد في كيان واحد، خصوصا في النظام القائمة المغلقة المطلقة اللي بتمثل 120 نائب على مستوى الجمهورية أو التنسيق على المستوى الفردي، لأن المرحلة خطرة جدا، والبرلمان القادم يعتبر الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل، وهو اللي حيرسم القوانين اللي هي خاصة بالمرحلة القادمة إن شاء الله. طيب هل ممكن يحصل حوار بين الأحزاب المختلفة علشان يتم تكوين أو الوصول لهدف معين للتحالف، ولا يعني مش هيحصل ده في وقت من الأوقات؟ والله أعتقد أن هناك مجموعة من التحالفات رأيناها على مدار الأشهر الماضية وكلها بقت بالفشل، وأعتقد أن الوقت الآن ليس في صالح الجميع، وعلى الجميع أن يضع مصلحة الوطن أولا. نعلم جيدا أن مصر وما يحيط بها من مخاطر سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الداخلي من محاربة الإرهاب، فمصلحة الوطن تحتم على الجميع أن تأتي بنواب على أساس الكفاءة والخبرة، لأن البرلمان القادم هيكون فيه البرلماني ليس للرقابة فقط، ولكن خاص بالتشريع وتقديم مشروعات القوانين وتحويل مواد الدستور إلى قوانين، فبالتالي مصلحة الوطن يجب أن تقدم لأي مصلحة أخرى سواء كانت شخصية أو حزبية ضيقة، وعلى كل القوى الوطنية المخلصة أن تتحد في ائتلاف واسع حتى لا تعطي الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية أن تظهر مرة أخرى، وظهورها حيعوق المسار والديمقراطي في المرحلة. تمام دكتور ياقوت السنوسي القيادي السابق في حزب الدستور، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. خلينا نرحب أيضا هاتفيا بالدكتور محمود العليلي، عضو الهيئة العليا وسكرتير عام حزب المصريين الأحرار. دكتور العليلي تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا فندم. انا بس حابب اصحح، انا عضو المكتب السياسي لحزب عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الاحرار. مظبوط فندم. اهلا بك يا فندم، منورنا. اهلا بك دكتور عليلي. في رايك امتى ممكن نجد تحالف قوي يخوض الانتخابات البرلمانيه المقبله؟ لا اعتقد ان هناك تحالف قوي ممكن ان يخوض الانتخابات البرلمانيه المقبله. نحن نتحدث عن حياه حزبيه، والحياه الحزبيه تعتمد في الاكثر على الاختلاف يا استاذ هاني، وليس على التحالف. المساله في الاصل هي التحزب، اما فكره التحالف مساله انا لا يعني مش عارف الحقيقه احنا رايحين فين. يعني هل احنا بنتحدث عن حزب واحد او بنتحدث عن دوله شموليه، ولا احنا بنتكلم على دوله حزبيه فيها حياه سياسيه حقيقيه؟ ان انت بالاساس بترفض اساسا وجود فكره التحالفات، شايف ان هي مش مهمه في الفتره المقبله؟ لا انا يعني لا اعتقد انه يمكن ان تستقيم حياه حزبيه طبيعيه على اساس ان الاحزاب كلها تتحالف في حلف واحد، ونحن نتحدث عن احزاب لها اتجاهات ايديولوجيه مختلفه. اعتقد انه التحالفات في الاصل تحدث بعد الانتخابات، بعد ان يكون كل حزب قد حسم موقفه او حسم موقفه من الناخبين، لاننا بالشكل ده الحقيقه بنغفل اهم عامل في العمليه الانتخابيه والعمليه الديمقراطيه. وهو الناخب. يعني شايف ان التحالفات دي ممارسه خاطئه للديمقراطيه من وجهه نظرك؟ لا يا فندم، التحالفات او الائتلافات بتحدث بعد الانتخابات، لانه المفروض حتى لو هيكون هناك تحالفات قبل الانتخابات تكون تحالفات على اساس ايديولوجي، لانه في النهايه لا نستطيع بحال من الاحوال ان احنا نتكلم على تحالف بين حزب راسمالي او حزب بينتهج منهج السوق الحر، اقتصاد السوق الحر، مع حزب اشتراكي او حزب يساري. هذا تدليس على المواطنين. يعني المساله يجب ان تكون اوضح، يجب ان يكون اختياراتنا اكثر وضوحا، نقول للمواطنين احنا عايزين حياه حزبيه سليمه
واضحة بكل ما فيها من أخطاء في ممارسة في الأول، ولكن في النهاية نحن نتحدث عن ممارسة سياسية طبيعية كما هي موجودة في العالم كله. أما فكرة إن إحنا نبحث عن تحالف واحد يضم جميع الأحزاب، إذن فليس هناك داعي لوجود هذه الأحزاب من الأساس. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود العليلي، نورتنا من خلال رأيك بصوتك، شكرا جزيلا لحضرتك. يمكن دي كانت حلقتنا النهاردة بخصوص التحالفات الانتخابية، وكان أراء مختلفة. بعض الأراء شايفة أن مش هتحصل أساسا تحالفات ناجحة، البعض شايفة أن مفيش أساسا هدف أو مفيش هدف واضح لوجود تحالفات، وده مش منطقي في ظل انتخابات المفروض أن هي تختار المواطن يختار فيها الأنسب بالنسبة له في حياة حزبية واضحة. وده كان رأي الدكتور محمود العليلي في نهاية حوارنا النهاردة، بالإضافة للبعض شايف أن ممكن يبقى في مشاكل الفترة اللي جاية فيما يخص الأحزاب وقدرتها على تكوين التحالفات الانتخابية القوية. عموما الانتخابات هتبقى قبل شهر مارس، ده لسه ما تحددش ميعاد ثابت، ولسه كمان القانون لم يكتمل، وخاصة قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية اللي المفروض ان هو معروض حاليا على مجلس الوزراء. بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من رأيك بصوتك، وهنتكلم فيها عن نقص الموارد والمرافق العامة في مصر، ايه أسبابها وأسئلتنا كالتالي: هل ترى أن هناك مناطق حتى الآن محرومة من توفير احتياجاتها الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحي وغاز طبيعي؟ لو أنت ساكن في منطقة كده أو تعرف منطقة زي كده، كيف يمكن حل هذه المشكلات إن كانت موجودة في بعض المناطق وغياب المرافق العامة في المناطق المختلفة؟ ما هو دور الدولة الذي يجب أن تقوم به حيال ذلك؟ هل الدولة بتقوم بدورها في هذه المشكلة؟ لو بتقوم بدورها هل محتاجة تزود شوية، ولا الموضوع أساسا خارج نطاق السيطرة؟ نسألكم عن المرافق العامة وغيابها أو عدم غيابها في المناطق المختلفة في مصر. بكرة إن شاء الله هنستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم المختلفة ساعة كاملة في رأيك بصوتك من الساعة 6. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج، إلى اللقاء.